السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وغادي نتكلموا على اوناحي، وين والد مبابي قالوا مستوى اوناحي اثر اعجابي. وهذو الناس، هذا مبابي وهذو الناس، هذو الام تاع مبابي وكلش مع اشرف حكيمي وكلش، يعني ينجم يكون أوناحي في باريس سان جيرمان، ينجم. وين أثنى والد مبابي على الدولي المغربي عز الدين أوناحي بعد أدائه المميز في كأس العالم قطر 2022، مؤكد أنه واحد من اكتشافات العظيمة التي ظهرت في هذه الدورة في كأس العالم. ولي أريكي يهدر علي، هذا أريكي خلع فيه مالكم، تاكي أريكي على بالك أريكي دار له إشهار، صايك دار إشهار للمناجر تاع أوناحي، دار إشهار يعني دار له إشهار كبير، والله لا إشهار كبير، هذو إشهارات يجوا باطل، يجوا من عند ربي، هذو هذا كي ربي يبغي يدير لك إشهار بلا ما تحس، تشعل عندك النار هذه بلا ما تحس، هذه كي ربي يكون راضي عليك. وخاصة أوناحي وين قراية ولعب وكلش، ومتخرج من الأكاديمية تاع محمد السادس، هذه باش يكون على بالكم. وقال والد مبابي في تصريحات ليكيب الفرنسية، وين حصلنا على اكتشافات عظيمة خلال مونديال قطر، أفكر في السر عز الدين أوناحي الذي أعجبني كثيرا، لقد سبق وأن أثر اهتمامي مع ناديه أونجي، وكان عز الدين أوناحي قد بصم على مستويات عالمية في مونديال، وحصل على إشادة من كبار الأسماء في كرة القدم كلويس إنريكي ومورينيو، الشيء الذي جعله أحد أهم اكتشافات دورة قطر المونديالية. وهذا ما أصبح أوناحي محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث بات هدف لكل من نابولي الإيطالي وكذلك ليدز يونايتد، وخاصة وين الأفضلية سوف تكون لباريس سان جيرمان. يعني لعب هذا لعب كبير، لعب في المستوى، لعب لي عطى اوراق اعتمادي يعني وين في القمه. الشيطان لعب هذا، ما لعب يمكن نشوفوه في باريس سان جيرمان، يمكن 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 نشوفوه في باريس سان جيرمان، هذه هي حاجه لعب لي مد لعب لي مد على بالك مستوى كبير، لعبها على بالك بلي لعب مستوى وين انت كيف على بالك بلي باش أريكي يهدر عليك تخلعه، ماشي سهله باش أريكي، انا ما انا كيش أريكي يهدر عليه صايق، يعني غير ديرها مع كبار وصايق. أريكي يهدر عليك كيسموه يهدر عليك مورينيو، يعني ما هذه ما تجيش كيما هكا، هذه ما تجيش هكا خويا، هذه عمل يعني قدره كبيره، وين شاهدنا فريق ما ننساوش، وين شاهدنا وين كشف مصادر من نابولي الايطالي حقيقه رغبه نادي في التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق أونجي الفرنسي وزميله في المنتخب الاسود الاطلس واليس ديري الذي يلعب لفريق باري الايطالي. ونقل موقع فوتبول الايطالي عن مدير رياضي في نابولي كريستيانو قوله، نحن متفائلين، يعني متفائلون يعني اللاعب موهوب، لكن في هذا الوقت الحالي نحن نركز على الفريق وما يحدث يوم بيوم. وإن أوضحت تقارير الصحيفة الإيطالية أن النجم وسط الأسود الأطلس يرغب في الانتقال إلى نابولي، وأنه اتفق مع النادي الإيطالي على الشروط الخاصة ووافق على عقد لمدة 5 مواسم، مشير إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي من نابولي بقيمة 1,800,000 يورو، وأن العرض
المقدم لنادي الفرنسي سيكون أقل من 25 مليون يورو. على هذه ينجم يكون يروح الباري يعني يضرب قضية على دراهم واتفق معهم بصح قضية على دراهم. وتقدم نادي ليدز يونايتد بعرض قيمته 25 مليون يورو لنادي أونجي للحصول على الخدمات اللعاب المغربي مع توقيع عقد لمدة 5 مواسم. عنده 21 عام، الناس ترقص عليه 21 عام ويلعب لك بذاك المستوى ما قبل راتب 2,500,000 يورو سنويا. لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى نادي جنوب الإيطالي، وكانت تقارير الصحيفة الإيطالية قد أكدت رغبة نادي نابولي بالتعاقد مع جديري. يعني اللاعب فريق باري الإيطالي الذي يلعب في الدور الدرجة الثانية، وهو ما علق عليه مدير رياضي لنابولي بقوله سوف نرى ذلك. والجدير بالذكر أن نابولي يتصدر جدول ترتيب الفرق على الدور الإيطالي برصيد 50 نقطة وقيدة، متقدم بفرق 9 نقاط عن أقرب منافسي فريق ميلون. وعلى الصعيد المسابقة الكأس أقصى الفريق من بطولة من بعد خسارة بركلات ترجيح بخمسة أربعة أمام يعني في الدور الثاني ثمن النهائي. المهم احنا دروك اللعاب هذا أوناحي لعاب يعني من طينة الكبار، لعاب كبير، لعاب اللي عنده مستوى تاعه، هذه هي لعاب اللي عنده مستوى، لعاب اللي كي يهدر عليك انت، يهدر عليك كي يسموه مورينيو، يهدر عليك أريكي، يهدر عليك متابع من طرف يعني خبراء تاع كرة القدم، خاصة الأب بابي اللي زاد دار إشهار وخد آخر ليه، يعني باش يهدر عليه أنا ماشي زعقة، يهدر عليك تايا هو هذا يعرف كرة القدم، سبحان الله هذا كي يتكلم عليه يعرف كرة القدم، ما عراش غير هكا. هادو نقولك اعتبره من اعتبره احد اعظم اكتشافات مونديال قطر سي محمد، مغرب صاحبي المغرب خدموا جابوا لاعبين وراه عندهم لاعبين فانيكا عندهم خدموا الناس خدمت. نقولك وين احنا ماذا بينا نشوفوا لاعبين عرب في كل انديه كبيره كما كانوا لي بريزيليا لي زارجنتين، يشوفوا ولادهم يلعبوا في منتخبات كبيره. انا ماذا بيا نشوف توانسة الجزائر المغرب نشوف مصاروه نشوف يكون عندنا انتو نيجيريا ميكاشو، كانت نيجيريا السنغال كاميرون كوت ديفوار كانوا غانا كانوا مسيطرين لعبت تاعهم قاعد. على ما نفرحوش لبعضنا بعض. أنا ماذا بيا ما نكذبش عليكم، ماذا بيا نشوف تاع تونس، نشوف تاع الجزائر، تاع المغرب، تاع مصر، يعني نشوفوهم يديفلوبو شوية، يكون عندهم كيفاش يدخلوا الكوب دافريك، يقدموا مستويات كبيرة صاحبي، تتمتع معاهم، ما كاش بلادك تسيبورتي تونس، ما تسيبورتيش تونس، تسيبورتي المغرب، تسيبورتي مصر، يعني يكون عندك وين تشوف. هذه كيما كوب دي موند عشنا النشوة تاع كوب دي موند، عشتها مع المغرب أنا والله عشتها مع المغرب. تأمنوني باللي تأمنوا كوب دي موند كوب فينال والله أنا تفرجت ميتون دوزيام ميتون وتفرجت بروموغاسيو، أمنوني بالله بصح المغرب كنت نتبعها من الدقيقة الأولى، تاع الله لو كان يلعبوا يومين نتبعهم يومين. مصر سيبورتي تونس، سيبورتي قطر، السعودية، لي زافريكا ثاني كاع تمنيت لهم الفوز. لافريك غادي يقول لك لافريك نورمال عادي، وفرحت لهم نفرح لهم. هذه هي نتمناو أوناحي نشوفو في نادي كبير، نادي يليق به، يليق بالمستوى تاعه، نادي اللي يليق بالمستوى تاعه ان شاء الله ربي. هذه هي اخويا، نتمنى الخير لخوك مسلم تلقى الخير قدامك، هذه اللي نعرفها، نتمنى لخوك الخير
تلقى الخير خويا. هذه ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله معكم ديما بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتو.